بس هي ما فيها كتير، حتى يصيروا هالشي بيحزنها كتير. يلف وبيتباب والدود قلبه زعلان عن صاحب كمان. اوه كيف تعرفوها؟ ومره كلهم هدوا فراشي صغار، قالوا انا احلى منهم يحلاها لما طارت. لا مثل حدا بالمخلوق او انت تباهي بشكلك، يمكن من جوا في هون في حدا اكثر مني ومن. لا تظلم حدا من شكله او انت تباهي بشكلك، يمكن من جوا في هون حلا اكثر مني ومنك. لا هاي 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 بدي احط لكم هاي، اكيد بتعرفوها هاي، مستحيل ما بتعرفوها. هذه ساره وتركيه هيك كنت حافظتها. شوف اللي حافظتها قطيعه كثير محطوط، بيعرف بس اللي انشهروا على التيك توك، ترى ما بيحضر من هو صغير. لو كذا كان عرف هدول. لا بحضر بابا بعد تمام سنيني ورا شوي شوي كبيرة الأغنى ما بتعرفه. اسمع دبكة. نادى على أهل الضيعة، يا ويلي أنا يا ويلي، إيدي بدي قوي الضبعة. على الصوت وعلى الصوت راح نموت راح نموت. بيكذب أول شيء بعدين أول شيء بيكذب. راح نموت مع أهل الضيعة، راحوا عبيته بسرعة. لما وصلوا صار يطلوا، ما لقيوا ولا شي جنبه. وين يا شهاب هالضباع وهالذئاب؟ قال لهم اذا بتكون الصح معكن انا كينت، يعني مقلب يعني. قالوا منه كثير كثير يعني ما شاء الله هالغنية كثير علمتنا ما نعمل مقالب بالكبر ما شاء الله. مرة معدو ما عاد يصدقوا ويردوا، مرة قرب حدو ذئب كبير ما قدر يصده. نادى وما في جواب، راح فيها تعب. لك راح فيها شاك الهوى كان الأغنام. والله صادوا لشهاب. يا شهاب يا كذاب، تستاهل أكل الذئاب. أكيد أربعة ليلى والذئب. ها هي بعرفها حزينة. هي كمان هي كمان بعرفها. هي بتعرفوا قصة ليلى والذئب بس لما بيحكيها الذئب هو ليلى؟ لا الذئب هلا شو قصة ليلى والذئب بتعرفوها؟ بيحكيها كانت بتكون البرا ليلى عند امها وستها مريضه، فبتقول لها امها هي الاكل ولا تروحي من طول الطريق، روحي من الطريق. ايه عم يشتري لها فلوس ما راحت من الطريق. ايه طلع لمين؟ الذئب. ايه وهي رايحه ما طلع للذئب وهي راجعه صح؟ وهي رايحه طلع للذئب. ايه ايه ما بعرف شو صار. ياكل وبيتنكر فيها بعدين بياخذ الاكل. لا بس الذئب. ايه صح. قال ليلى كذاب. ايه لكن اول شيء عن نفس صوته هو. لا لا ليلى كذاب. اول شيء ليلى كانت دائما تخرب له الحديقه اللي هو بيعملها، بتحوش منها كل شيء. نبه عليها قال لي لا عاد تعوسي وتقطفي من هون. نعم. انا عم بزرعهم. قامت ليلى الا بدها تجي تقطف الزهور. تقطف الزهور. قام شوي ليلى وحفر لها فخ، وقعت بالفخ وماتت. طب هو شو بده يعمل؟ هو يفكر انه بس يعلمها درس.
شو بده يعمل؟ ماتت الله يلعنه. لا ما ماتت، وقعت بالفخ. شو خاف؟ خاف انه ستة ينشغل بال عليها، هي حتتأخر. فراح على بيت ستة، ماشي، ما لقى ستة بالبيت، قامت نكسر ولبس لبس ستة مشان بس تجي ليلى ما تخاف على ستة. شو هيدا؟ شو هيدا يا غايدة؟ ما في واحد بيحكي قصة على كيفه، حتى الذئب. هي الأصلية. لا يعني بيقولوا لك إنه حتى الذئب. إنه يعني وجهات النظر بت. يعني حتى بعدين هو صار جدة. أيوة. يعني إنه حتى الذئب بيقدر يبري حاله. عادي. عندي أبيس نشوف مرة ثانية. يا يا سلطانة الحارة، عيليني أربع حبات، أشكر نظلك للمامات، عيليني أربع حبات، أشكر نظلك للمامات. صمتتهم هي. هذا شو اسمه؟ أنا. حرت قلبها الكلمة، هزت راسها هنملة، وحرت قلبها الكلمة، قالت يوم رح يطول يا كسلان، روح يا كسلان، فضل الصيف شو سويت؟ وين الحب اللي لمن؟ عن جد النمل اللي خلى لحدا حب بالضبط. يا كذاب. كيف شو سويت؟ وين الحب اللي لمن؟ بس هي خلصت؟ أعطينا البندورة الحمراء. لازم نخلق غنية. ثانية تبع المسلسلات الأطفال. ده طبعا. اللي كنت حاطه الطن أحلى شيء. أغنية. أوه هي تعرف حمار جحا؟ مستحيل ما بتعرفها، ما بتعرف فيها أكيد. اسمعوا بليز اسمعوا. في ذاك النهار ليس لدي حوار، وسأذهب للسوق اليوم أقطع وأزيح الهم. في ذاك النهار ليس لدي حوار، وسأذهب للسوق اليوم أقطع وأزيح الهم. رجل قال إلى أين ستذهب؟ قال سأذهب أتسوق، أختار حمارا ينهق. قال سأذهب أتسوق، أختار حمارا ينهق. قال له قل في الأول إن شاء الله ستفعل. قال له قل في الأول إن شاء الله لتفعل. قال شحال الرجل لماذا؟ إن فيه امتلئ يا هذا، والسوق قريب مني، دعني أو ابعد عني. والسوق قريب مني، دعني أنا ما قلت ابعد عني. الشاعر يتمثل فيحا، والله يجرب كلمة حق. الشاعر يتمثل فيحا، والله يجرب كلمة حق. بعد قليل بعد عيدا، وهموم الأفكار شديدا. بعد قليل عاد وحيدا، وهموم الأفكار شديدا. بس هي قاعدة تليفون أرنب يا زين يلعب. تليفوني بكره حد كلمته للجنب. اسمع تليفون أرنب يا زين يلعب، يا نزر لا يتعب. تليفون أرنب يجري يلعب، يأكل جزرا كي لا يتعب. باء بطة نطت 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 نطت، باء بطة نطت. وقعت ضحكت منها القطة، وقعت ضحكت منها القطة. تاء تاج فوق